يعني هم يفكرون الأشياء اللي صعبة بس الرياجيل لازم يسوون، بس هاي مو صحيح. كل واحد حسب عقله تفكيره يقدر يشتغل. مرحبا، واضح اسمي شاخوان صلاح بكر، عمري 41، أنا صاحب قرات وصاحب فكرة تعليم نسائية الميكانيكي. أستاذ بنين رجيش الزور لأفرتان ساري اللي دخرون بيقومان ديارة لا يهمو كسيق منطقة صناعية كان تايبتة ببياوان زياتر بياو هامو شويون درده كان بلام استاد بینین شوفیره چی زور پیدا بود لخانمان تعرفت على هالدورة من خلال السوشيال ميديا، من خلال الفيسبوك مال وستا شاخوان، فهو عجبني الفكرة، ردت أتعلم هالشغلات الميكانيك واختبر حالي بهالمجال. أنا اخترت هاي الدورة لأني أنا أحب ميكانيك وهاي هوايتي أكون مهندس ميكانيك. كنت محتاجة هاي الدورة على مود أصلح سيارتي، يعني كل مرة من كان سيارتي ما يشتغل لازم أوديها للصناعة. على مود هذا قلت خلي أعرف شوية من تفاصيل السيارة وبعدين لكي أعرف أصلحها أو أعرف الأشياء اللي ما يشتغل بيه. لازم يعني كل واحد من يعني نشجع البنات، نشجع الفتيات لأنه يدعم يعني يشاركنا بهالمواضيع، لأنه أكيد به هواية يعني استفادون به هواية بحياتهم العملية يعني.